السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعمل رندر 360 في برنامج ستيم لاب؟ أول حاجة أعملها إن أنا هدخل في فيرتشوال رياليتي، وبعد كده أقول له 360 إيمج، أقول له أنا عايز أعمل فيجيت في آر كاميرا، وأروح قايل له دي كبرها لي 10 مرات. هنا ده بيتكلم في الموف. طيب خلينا نتحول للسكيل، هقول له اعمل سكيل 10، وبعد كده بقى اخليها موف، وابدا ارفع الكاميرا. ممكن تعمل موف حسب ما انت عايز الكاميرا مكانها يبقى موجود فين، وبعد كده انت تمستين ايميج. ممكن تقول له بقى عن اختيارات كتيرة لان انت تمستين. انا قلت له ريال تايم، فانا كده شايف الحاجة كان في كاميرا موجودة. طبعا عندك الاعدادات بتاعت الكاميرا، البوزيشن، التارجت، الفيلد اوف فيو، الكاميرا رول، ديبس اوف فيلد، شوف لحد فين، وهكذا تقدر تعدل الاختيارات ديت لحد ما تاخد اللقطة اللي انت عايزها. في الآخر ممكن تقول له طلع لي اللقطة ديت. طبعا تقدر تيجي هنا ايمج افكت، تضيف اي افكت انت عايزه على الصورة، تفتحها تغمقها زي ما انت عايز. لو عايز تخرج من الامر هتلاقي ار اكس هنا، تدوس عليها ترجع للوضع الطبيعي بتاعك.